أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنباء عالمية ودولية تعلن عن رصد طيران الرافال المصري في أجواء ليبيا، وهذا الكلام طبعا طلعت قناة الجزيرة ومعتز مطر وقال لك ان الطيران المصري والرافال اترصد في الاجواء الليبيه ومصر تدخلت عسكريا في ليبيا. نفس الطياره اللي هي اترصدت، الطيران اللي اترصد يعني في ليبيا، كان في طياره بتحمي طياره المشير خليفه حفتر لما كان هنا في مصر وراح وكان مسافر بني غازي. فطبعا هم قامت الدنيا ولم تقعد، ومصر تتدخل عسكريا في ليبيا ووسائل الاعلام المضاده زي ما انتم عارفين. طيب انتوا كنتوا بتقولوا ان جيش مصر ده بيعمل عيش وبيشتغل في الخضار واللحمه والكلام ده كله، واحنا بنقول لكم جيش مصر ما تدخلش عسكريا في ليبيا ولا اي حاجه، احنا ملناش دعوه، بس احنا طياراتنا كانت هناك في سيرت، كانت بتودي لهم عيش وبنبيع خضار هناك وبنبيع عيش وبنبيع فاكهه وبنبيع لحمه لجيش خليفه حفتر، لكن احنا ما ضربناش ارتال عسكرية لجيش الاحتلال التركي، ولا ضربنا ارتال عسكرية للميليشيات الارهابية اللي هي مع السراج هناك. او احنا اللي بنقول لكم كده، انتوا بتقولوا مش احنا جيشنا بتاع كفتة وبتاع بدنجان زي ما انتوا بتقولوا، بنعمل عيش وبتاع وكده. خلاص احنا كنا بنبيع هناك في حرب شغالة، فاحنا بنشتغل برضو، الجيش بتاعنا بيروح يشتغل هناك وبيبيع خضار وبيكسب، ما هو عشان جيش فقير يعني وكده وما عندوش. وبعدين الطيران الرافال ده، ما انتوا كنتوا بتقولوا طياره في شنك وطياره زباله وطياره ملهاش لازمه، انتوا خايفين منها ليه دلوقتي؟ واخدين بالكم ازاي؟ طبعا يا اخوانا سيرت بالنسبه لمصر امن قومي مصري، ومعنى ان جيش الاحتلال التركي والميليشيات اللي هي مع السراج الارهابيه لو دخلت سيرت معناها اعلان حرب على مصر. الموضوع مش سهل، وكمان فيه أنباء عالمية عن رصد حشود سفن حربية من الأسطول المصري في البحر المتوسط بالقرب من الحدود الليبية. طيب ما انتوا بتقولوا الجيش المصري ده جيش ملوش لازمة، يعني انتوا ليه مرعوبين وخايفين؟ احنا برضو هنروح، برضو هنبيع خضار وفاكهة وعيش وكده للناس اخواتنا الليبيين اللي هم بيقتلوكم، مفيش مشكلة بنبيع لهم. هناك أنباء أخرى من خلوصي أقار وزير الدفاع التركي بيقول إن في تدخل عسكري بالطيران من دولة ما، يعني هو ما ذكرش اسم مصر وما قدرش يجيب اسم مصر على لسانه، حتى الرئيس القرد بتاعه ما قدرش يجيب اسم مصر على لسانه في المؤتمر الصحفي وجايب الخرايط وعمال يشاور بالعصايه كده بالبتاع بالليزر ويقول احنا هنخش سيرت عشان في ابار بترول ودي منطقه النفط والكلام ده كله. ولما جابوا له سيره اليونان قال اليونان تعرف هي بتكلم مين لما تيجي تتكلم، تقف وتتكلم بنفس المنطق ده يعني، واهان اليونان اهانه شديده جدا، لكن ما قدرش وما يقدرش نقطع لسانه لو جاب سيرة مصر، لأن هو عارف كويس يعني. وأنا عايز أقول لكم على حاجة وأطمنكم، أولا لو أردوغان أعلن الحرب أو عمل شيء بمعناه إعلان حرب على مصر فهو خاسر لا محالة بإذن الله طبعا أولا وأخيرا. لكن ليه؟ لأن أصلا مش هيبقى عنده يعني إمداد لوجستي له، لأنه بينه وبين ليبيا مسافة كبيرة جدا. أيضا الجيش المصري تصنيفه عالميا أقوى من الجيش التركي، تمام؟ فطبعا المعركة هتبقى خاسرة بالنسبة له لبعد المسافة، لكن احنا في الحدود مع بعض، لا قوات برية هيبقى قدنا ولا قوات بحرية ولا قوات جوية ولا أي حاجة. تاني حاجة في تحالف دلوقتي، يعني مثلا في اليونان وإيطاليا بقالهم حوالي أكثر من 45 سنة ما قعدوش مع بعض وفي ترسيم حدود بحرية مع بعضهم. بعد التصريحات العنترية الغبية للأحمق القرد هذا اللي عاد يتنطط في كل حتة شوية من شجرة لشجرة لغاية ما إن شاء الله هيقع، هتتكسر رقبته بإذن الله عشان يتعلم الأدب ويتعلم إن هو ما يتنططش من على إيه؟ من على الأشجار. فطبعا القرد بعد تصريحاته اللي كان فيها إهانة شديدة والله يعني بصراحة، يقول اليونان دي لما تيجي تتكلم معانا تعرف هي بتكلم مين، بتخاطب مين، وهو عنده 13 جزيرة محتلة ومش قادر يحررهم، تمام؟ فأنا بقول لكم فحصل في قعدة بين إيطاليا وبين اليونان وترسيم الحدود وهيبعتوها
لمجلس الأمن، وترسيم الحدود ده معناه بين إيطاليا وبين اليونان، وهيقطع الطريق تماما على ترسيم الحدود اللي عملوا منه نفسه بينه وبين الخاين السراج في ليبيا. ادي حاجة. الحاجة التانية، هناك في انه رئيس إيطاليا راح ذهب الى اليونان، وقاعدين بيعملوا ايه، بيرسموا الحدود. ايه الحكاية التانية؟ اليونان ومصر، رئيس اليونان جاي مصر الاسبوع الجاي علشان خاطر يخلصوا مسألة ترسيم الحدود بين مصر واليونان. ليه؟ لان هم اصلا حتى الناس الكذابين اللي هم الاخوان المتأسلمين الكلاب النار كانوا بيتكلموا، بيقول لك مصر فرطت في المياه الاقليميه بتاعتها، ورسموا الحدود مع اليونان وسابوا مش عارف كم كيلو وكده. لا، انا عايز اقول لكم على حاجه، ترسيم الحدود بين مصر واليونان مخلص، هم اتفقوا على حوالي 95%، وباقي 5% في حوالي تقريبا من 7 إلى 10 كيلو مياه ما بين اليونان وما بين مصر. فحتى ممكن اليونان تقول لك يا عم الاول لو في 10 كيلو بتاع ما احنا نسيبهم لمصر، واخد بالك ازاي؟ والقصه دي في تحالف عسكري بحري بين مصر واليونان. دلوقتي حاليا في اتصالات ما بين فرنسا وما بين اليونان ما بين مصر، واخدين بالكم ازاي، وروسيا، كل دول مستعدين لاي ظرف طارئ هيكونوا رفع الحاله القصوى للجيوش، بحيث ان هم يواجهوا اي حاجه اذا كانت عسكريا. وطبعا هينضم لدول كلهم دول تانية احنا عارفينهم، دول مؤيدة لمصر، دول عربية وغيرها. فبمعنى اعلان حرب من اردوغان وانه يتصرف بحمق، هذا يعلن عن ايه؟ عن اعلان حرب عالمية، لان مشكلة تبقى مشكلة كبيرة جدا، مش تبقى مشكلة ليبيا والقصة دي لا. ولذلك انا بقول لكم ان اردوغان لا يتصرف من رأسه، فاذا المجتمع الدولي زي اللي هم الدول الواقفة وراه، زي مثلا ايران، زي امريكا، زي حد تاني يعني في الاتحاد الاوروبي واقف، من بريطانيا، هيشوفوا الامر كده، لا هيضغطوا عليه ووقف عند حدك وكده. دي حاجة، لان الجيش المصري مش جيش معتدي، الجيش المصري وعارف قدراته كويس، احنا ما بنصرحش. طيب كمان وزير الخارجية بتاع تركيا طلع بيقول ان مصر هي ان اعلان القاهرة ولد ميتا، ده امبارح. النهاردة طلع يقول ممكن اذا كانت الامم المتحدة تتبنى هذا الاعلان احنا نوافق عليه وممكن نشوف حل عسكري. طب ما انت امبارح كنت ذكر وبتقول ان ده ولد ميتا ودي دولة مش محايدة، مصر مش محايدة وكده. وبعد كده بيقولوا بيغازلوا مين؟ صالح عقيلة اللي هو رئيس البرلمان الليبي، بيقول ممكن ان صالح عقيلة يكون ليه موقف ايجابي في حل الأزمة في ليبيا. هلا طب ما انتم امبارح كنتوا بتقولوا غير كده، وانا ارفض ولحد دلوقتي في رفض وكل حاجة، لكن البيانات والتصريحات بدأت تتغير بعد رصد الطيران الرافال في الأجواء الليبية. طبعا احنا ما نعرفش مين اللي بيضربهم، احنا هناك طياراتنا بتروح تبيع خضار وفاكهة وبتودي عيش، بنبيع عيش هناك. طيران دوروا بقى على السفن اللي هي اتحشدت على الحدود بتاع على حدود ليبيا، ودوروا على الطيران اللي بيضرب الارتال العسكريه، وقتل 5 عسكريين اتراك. والقادم اسوأ يا اردوغان، واياك تفكر انك انت بشويه المرتزقه اللي معاك دول انك انت هتقدر تعمل حاجه مع مصر. مصر ادت لك على قفاك سنه 2013 وادت الاخوان على قفاهم، ومستعده بقى تدوس على رقبتك بالبياده. عارف البياده بتاعت الجيش بتاعتنا كنا بنلبسها في الجيش؟ هندوس على رقبتك بالبياده بتاعتنا باذن الله وحده. خلاص، دي حاجه. كمان في تحالفات كده يعني ان شاء الله قريبا، فيعني في تقارب في الامر ان شاء الله، وهم كده كده ما يقدروش يحلوها غير سياسيا، لان صعب جدا جدا. مصر تعتبر ان سيرت، مدينه سيرت مثلا، ده امتداد استراتيجي ليها وامن قومي لمصر، فصعب جدا جدا ان مصر تسمح باحتلال سيرت. ولو فعلا حصل الكلام ده يحدث ان مصر خلاص ده اعلان حرب على مصر، ومصر من حقها بقى تتدخل عسكريا. واعلان القاهره اعلان جيد جدا، وكل الدول العالم مرحبه بيه، الا الخونه اللي هم يعني هم بيلعبوا، يعني هم عاملين ايه؟ هم مش رجال، هم بس بتوع جعجعه وكلام. احنا بقى شفت الرئيس السيسي صرح بحاجه، هو قال كلمتين في المؤتمر الصحفي مع المشير خليفه حفتر ومع صالح عقيله، رئيس البرلمان المستشار صالح عقيله، خلاص قال كلمتين. الرئيس السيسي لا يصرح كثيرا وانما يعمل على الارض، هو صرح تصريحين ما فيش غيرهم هم بس.
أن نحذر جميع الأطراف من الإصرار في البحث عن حل عسكري في الأراضي الليبية. قال وأكرر، تمام. التصريح الثاني قال وننذر بعواقب وخيمة على المجتمع الإقليمي والدولي. هو ده كلامنا. انتوا بقى دوروا على الطيارات بتاعتكم اللي بتضربكم دي، شوفوها بتاعت مين لو سمحتوا، محدش يدعوا بينا، مش من حقنا نبيع كمان. سبحان الله، يعني ما جيش بتاع كفتة، انما ده ان شاء الله خير اجناد الارض، شوية حسالة، شوية مرتزقة. يا تجار البشر، انتم ناس ما عندكمش شرف ولا عندكم كرامة. وانا بكلم الاخوان الكلاب اللي ما عندوش شرف وكرامة، اللي بيبيع بلده يتأمر على بلده. لكن ستظل مصر عالية شامخة بإذن الله تبارك وتعالى. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر وليبيا والعرب جميعا، أمنهم من أمننا وسلامهم من سلامنا بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن أمة واحدة، إن شاء الله يتحقق فينا قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إن شاء الله تبارك وتعالى. نسألكم الدعاء ونسألكم أن تقفوا بجانب بلادكم، وهذا هو طبع العربي الحر الأصيل، طبع الوطني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.